وتقول حفظك الله في آخر سؤالها: هل يجوز لزوجها أن يمنعها من الإنفاق على والديها وأن يهددها بالطلاق إذا أنفقت؟ ما يجوز له يحجر عليها في مالها، مالها لها تصرف فيه، ما يجوز له يمنعها من مالها، ملكها، هذا ملكها، فلا يحجر عليها فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.